السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من منشط. حلقة السبت والحد دايما بيبقى التاريخ الساعة، بيبقى الميعاد الساعة 6، من 6 ل 7، ويوم الحد أيضا من 6 ل 7، وبتبقى حلقتنا يوم الجمعة من الساعة 11 حتى الساعة 1، بتبقى حلقة في معظم الأحيان بتبقى تقارير خارجية. النهاردة طبعا السبت 17 يونيو، فخليني أقول لحضراتكم يعني كل الاحترام لردود الافعال اللي جات لنا بخصوص حلقه امبارح. والحقيقه يعني احنا كنا عاملين حسابنا انه يعني نزور زياره عاديه لاحد الكنائس المهمه في البلد. والحقيقه بعد ما رحنا وتجولنا وقابلنا النفوس الطيبه والناس الطيبه جوه المكان، الحقيقة يعني كان لينا كل الاحترام والتقدير معاهم، وخرجنا بأفكار حلوة قوي ممكن ننفذها على مدار العام في التقارير الخارجية الأخرى في هذا الإطار. صحيح تعبنا وخدنا وقت كبير جوه الكنيسة، لكن كان كله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. والحدث المهم جدا اللي المفروض ناخد بالنا منه، والحدث ده اللي الحقيقة بعد هذه الزيارة وبعد ان احنا نلمس هذا الامر على ارض الواقع، فانا اتمنى ان احنا كلنا نستفيد من هذا الحدث المهم جدا، مش في شهر 6 بالذات، عشان شهر 6 ده كان بداية دخول العائلة المقدسة الى مصر وبقائها في مصر 3 سنوات و11 شهر، 3 سنين و11 شهر، وحوالي يعني 25 نقطة و 3050، يعني الحقيقة في حكاوي كتير جدا بتتقال في هذا الموضوع. ف حتى القمص ميتياس موريس راعي الكنيسة العذراء مريم بسخة، لما واللي احنا كنا فيها، لما الحقيقة كنا بندردش معاه بعيد عن التسجيل، الحقيقة كان فيض المعلومات، كان ذخيئي، كان غزير جدا جدا، وتحس ان انت مش عايز تعمل حلقه واحده بس، عايز تعمل حلقات. وطبعا انا عارف ان الموضوع مش متعلق بسخة بس، كميه بقى الـ الدعوات اللي جت من كنايس كتيره جدا في مصر. يعني الحقيقه يعني انا ما كنتش متوقع ده، الحقيقه يعني ما كنتش متوقع ده، يعني الناس في دقدوس، وناس في المطرية، ناس في المعادي، ناس في مصر القديمة. احنا جالينا مثلا اكتر من 6-7 دعوات امبارح من كنايس في المنيا، من كنايس انا على الواتساب بتاعي، او ناس كلموني في التليفون. فالحقيقة انا مش عارف لسه، يعني هنشوف الامر ده مع زملائي في التحرير، نشوف نعمل ده ازاي. قالوا لي ان في شهر 8 بيبقى فيه برضو احتفاء مهم جدا بهذا الامر، تقريبا بيبقى عيد ميلاد السيده مريم. يعني الحواديت دي كلها الحقيقه انا هنظبط الامور مع زملائي في الاعداد ونشوف امكانيه ان احنا نمشي في هذا المسار. فهاخد هذا الامر لمن له يعني نقول ايه، هو مهندس المطبخ او من مهندس المطبخ السياحي في هذا الاطار، الدكتور عادل الجندي، منسق مسار العائله المقدسه بوزاره السياحه والاثار. برحب بيك يا دكتور، ازاي حضرتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك، اهلا بيك. احنا نقدر ناخد يعني هذا المسلك او هذا الاطار ونستفيد منه في الفتره الجايه، ونعظم الاستفاده بالفتره الماضيه ازاي؟ والله هي احنا بدأنا تعظيم الاستفادة من أول يوم اشتغلنا فيه في المشروع من 2014. تمام. يمكن الموضوع دلوقتي واخد زخم كبير جدا، لأن احنا تقريبا قاربنا على الانتهاء تماما بنسبة تفوق حاجة و90% من تطوير النقاط كلها بتاعت العائلة المقدسة. اللي هو 25 نقطة. اللي هو 25 نقطة دي نقاط المرور، 14 منهم بيحملوا أثر مادي ملموس، وهم دول اللي احنا ركزنا عليهم وانتهينا منهم، من بنية أساسية وأكسبيلتيز وهكذا. تمام. الزخم اللي عملته الدولة في الفترة اللي فاتت دي كلها هو اللي ادى للناس وادى للميديا زي القناة حضرتك طبعا، الزخم ده ادى احساس ان الموضوع بقى جد.
الموضوع فعلا مشروع قومي بتقوم بيه الدولة وبترعاه وتروج له عالميا. نقدر نستغل هذه الفعاليات ازاي؟ يمكن حضرتك عارف ان احنا في بداية هذا العام اعلن المسار على قائمة التراث العالمي لليونسكو، على قائمة التراث اللامادي اللي منه الحكايات اللي حضرتك بتحكيها، اللي منه الموروثات اللي بتمارس على هامش دخول العائلة المقدسة وما زالت تمارس حتى اليوم. وبالتالي المصريين كمان بدأوا يتفاعلوا جدا. مش عايز اقول لحضرتك ان هو المشروع عالميا واخد صدى يمكن اكتر من جوه مصر، لان احنا ركزنا ازاي نجيب حجيج مسيحي عالمي او سائح عالمي الى هذه المواقع. وبالتالي كنائس اوروبا كلها بالذات الاسواق المستهدفه زي اسواق امريكا اللاتينيه، هي ده سوق مستهدف اساسي، واسواق شرق اوروبا وبعض الدول الافريقيه والفار ايست بقى، هو ده السوق اللي هو اليابان والصين وكوريا. الناس دي بدات تعمل زيارات منتظمه كل سنه، احنا رصدنا زيارات متكرره كل سنه، وهو ده يمكن هدف المشروع، ان هو بقى يجيب شريحه جديده وبقى يضمن تكرار الزياره، وده بنفتقده فعلا في منتجات كتيره. نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول، في شهر 7 في حدث، في شهر 8 في مولد العذراء مثلا. ده بيعمل ايه معناه؟ معناه ان هذا المشروع يحارب الموسميه، لان احنا عارفين الموسم السياحه في مصر دايما بيبقى من شهر 12 لغايه شهر 3، من شهر 10 سوري لغايه شهر 3. اما هذا المشروع يمكن زيارته والحج للتبرك بهذه المواقع في اي وقت من السنه. عشان كده احنا لازم نستغل اللي حضرتك بتقوله بالظبط، ويمكن احنا مجهزين ده، ما هي الاحتفالات وتواريخها في كل موقع علشان نطلقها في صوره منتج سياحي يتحط منه بقى الستوري تيلينج. امتى يا فندم، يعني امتى دكتور عادل ان ده نقشه؟ انا مبسوط ان حضرتك بتقول لي انه المردود العالمي موجود. طبعا طبعا، يعني يمكن احنا بن 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 بنوجه رسالتنا للمحلي اكتر باعتبار انه ده قنوات مصريه، لكن في طبعا بعد تاني اخر حضرتك تفضلت بيه اللي هو البعد الدولي والبعد الاقليمي، فده مهم جدا بالنسبه لنا، وكل اللي احنا بنعمله ده عشان ده، عشان احنا نجيب منتج سياحي خارجي يخش في هذا الاطار. حضرتك متوقع يعني في الـ في الـ في الـ في الـ في البدايات كده، او في الخطط التجريبيه، او في الـ في الـ في, الـ في بدايه التعاون في هذا الاطار، متوقع ان حضرتك تجيب كم سائح في الحته دي؟ عدد السائحين، خلينا نرد على السؤال المتكرر ده. دايما في منتج سياحي جديد زي ده، اول مسار سياحي تعمله جمهوريه مصر العربيه، اول مسار يضمن انتقال من نقطه الى نقطه، فدي تجربه جديده واستراتيجيا نجحت وبدات العائد بتاعها يبقى مضمون. لما نيجي نسال على ارقام محدده، فيجرز كده، صعب قوي على منتج جديد لانك في مرحله ايه؟ مرحله التجربه. لكن هل في انديكيشنز، هل في مؤشرات على النجاح؟ هو ده السؤال. ماشي، هناك مؤشرات مؤكده على هذا النجاح، بدليل ان احنا زي ما قلت لحضرتك استقبلنا وفود كتير جدا. يعني الاول كنا بنعمل ما يسمى رحلات تعريفيه احنا بننظمها كدوله للاوبرا رومانا، للفاتيكان، دلوقتي هم اللي بيطلبوا بالظبط. دلوقتي احنا تخطينا المرحله دي، هم اللي بيطلبوا الشركات تيجي، السائح منفرد يجي بهدف التبرك بهذا المشروع، فده اول انديكيشن، اول مؤشر على النجاح. تاني حاجه، المؤشر رقم اتنين، هل هناك تكرار للزياره؟ ايوه حصل، الوفد الكوري اللي بيكرر زيارته كل سنه بيجي، بعض المجموعات الصينيه وبعض المجموعات البرازيليه بدات تكرار الحدث. هل هذه المواقع مؤهله دلوقتي لاستقبال الزائرين؟ اقول لحضرتك البنيه الاساسيه والاكسسبيلتيز والتطوير الرائع اللي حصل في هذه المواقع 360 درجه يا فندم، مناطق كانت في منتهى العشوائيه اصبحت منتهى الرقي دلوقتي. المناطق مجهزه تماما بالخدمات، يعني البنيه التحتيه والحاله الحضاريه اللي موجوده على هذا الامر، والعظم، عظم التاريخ او قدم التاريخ بهذا الحدث، حضرتك بتقول انها موجوده في كل الاماكن، وحضرتك تفضلت ان في 14 منهم هم دول عليهم التركيز في البدايه. بالظبط، وكل دي مؤشرات نجاح في الخطه. طيب احنا هنقدر نجيب كام سائح قياسا بالتجارب العالميه بقى؟ احنا عندنا حالات مثيله درسناها. لورد فرنسا، حته صغيره قوي اللي حلمت البنت الطفله برناديت ان هي شافت ستنا مريم العذراء، فالدنيا اتجمعت فبتسابل 6 مليون كل سنه. لكن ايه اللي عملته لورد؟ عملت فنادق في موفره 30 ألف سرير هناك، خط مباشر قطار من المطار. بس دي منطقه واحده يا فندم صح؟ نعم، منطقه واحده في فرنسا. وعلى فكره لم تطأها اقدام العائله المقدسه زي مواطئه ارض مصر، ده حلم برنادت. فاحنا عندنا المسار الرئيسي لوطئه اقدام العائله المقدسه مصر في 25 موقع، والوحيده يعني هي واحده من ثلاثه، لان خلينا نقول ان دايما الحج الرئيسي بيبقى في بيت لحم، والاردن المغطس في نهر الاردن، ومصر رحله الهروب. مصر والاردن احنا بنسميه مسار الحج المكمل.
يعني صار الحج المكمل، يعني اللي حج في بيت لحم عاوز يكمل ويتبرك بحجته بيجي اما الاردن واما مصر. وبالمناسبه جمهوريه مصر العربيه في موقع المحرق، خليني اقولها لك يعني حاجه جميله جدا، موقع حج بديل للاثيوبيين اللي ما بيعرفوش يروحوا بيت لحم، بيحج بدال كده في المحرق، وده يعني موجود موجود لان اتفرج موجود على الالاف الاثيوبيين الموجودين في درونكا والمحرق في اسيوط، كل سنه بيتكرر هذا. المسار الرئيسي للحج الكاثوليكي بيبدا منين؟ من المطريه شجره مريم، مظبوط. يعني وكاننا مثلا كمسلمين بنقول ان الاحرام بتاعنا بيبدا من ايوه كذا، هم الاحرام بتاعهم بيبدا من شجره مريم في يعني المطريه. حضرتك تفضلت انه بيروح بيت لحم عايز يكمل يجي مصر بيبدأ من المطرية. بالظبط كده، ده الكاثوليك بالظبط كده. الاثيوبيين بقى باعتبارها رحله حج الاثيوبيين حضرتك دول بديله، في المحر دول بديله خلاص، يعني هو خلاص بيعتبر ان وبيجي هو اللي هنا. ما عرفش يحج هناك بيت لحم بيجي يحج في مصر في محرق، لان ده فيه اول مذبح دشنه سيدنا عيسى عليه السلام بيده هناك، فهي ليها سيجنيفيكانس قويه جدا جدا. اللي انا بحكي لحضرتك ده اللي هو السوفت باور، القوه الناعمه حلو قوي. اللي نقدر نجذب بيها ناس كتيره، ونقدر نقرب الشعوب من بعضها البعض، وفي نفس الوقت اقدر اخاطب السائح منفردا عشان اعمل عنده ما يسمى الدافع الشخصي المنفرد. هو انا مش ملح في السؤال، لكن الناس بتتكلم مثلا على 20 مليون، الناس بتتكلم على 18 مليون تقديرات، ده انا بتكلم على خبراء سياحه. حضرتك طبعا يعني الملف كله في ايد حضرتك، وانت منسق المسار العالي المقدسه في وزاره السياحه والاثار. هل ده مبالغ فيه؟ يعني ما يعني هل ممكن احنا نردده ولا لا لا ممكن نردد هذا الامر؟ لا مش مبالغ فيه ابدا، عشان كده انا قصدت اقارن بموقع صغير في قريه صغيره اللي هو بيجي 6 6 مليون في مليون، فرنسا. فما بالنا احنا عندنا 14 موقع. خلينا نقول ان احنا يعني مش متفائلين قوي نجيب ربع العدد ده مثلا، يعني ممكن اقول لك يقدر يجيب 10 15 20 مليون. على مدى قد ايه بقى؟ عاوزين نعمل ايكولوجي، عاوزين نبني فنادق بيئيه عشان تستوعب هذا العدد، وبالتالي اللي احنا عملناه ايه؟ ده مهدنا الفرصه لدخول القطاع الخاص، لأن حلو طبعا القطاع الخاص هو اللي هيعمل هذه المنشآت. حلو خلينا نقول في خلال سنتين ثلاثة يبتدي القطاع الخاص يبتدي يعمل منشآت فندقية بيئية تحاكي المظهر التاريخي علشان تستقبل الأعداد المتوقعة. وبالتالي احنا لازم حتى في الفوركاستنج بتاعنا أو في التوقعات نبقى منطقيين. طب أنا فعلا ممكن الصبح ممكن أعمل بروموشن وأبتدي أدعو شركات السياحة إنها تجيب الحجيج المسيحي، طب ما الطاقة الفندقية قد تكون مش مكفية، وفعلا مش مكفية. إذا أنا بعمل ستيب باي ستيب، بجرب في نفسي الأول سنه اتنين القطاع الخاص بيطمن، لان بقى في بنيه اساسيه دخلوا كان الاول، صحيح مين صحيح. هيروح يستثمر يا فندم ومفيش طريق اساسا كان موجود، ولا ميه ولا كهرباء ولا بنيه اساسيه ولا تطوير عمراني، كل ده تم. اذا انا دلوقتي في بطرح ال الفرصه 14 نقطة في ال 14 نقطه ده تمام. تم علشان اطرح الفرصه للمستثمر الخاص، وهو ده الذراع التنفيذي للدوله، هو ده المستثمر الخاص اللي وحضرتك بينفذ نفسه. طرحت ده على القطاع الخاص، والقطاع الخاص بيدرس وعندهم استعداد غير عادي، وده مؤشر ما اخر شاء على الله النجاح. ما شاء الله ما شاء ويعني الله في المرحلة اللي جاية احنا خلصنا يا فندم المخططات الاستثمارية لأكثر من 70% من المواقع. ما شاء الله. مخطط استثماري يعني مخطط جاهز بميزانية استخدامات أراضي بتكلفة استثمارية متوقعة بآليات وإجراءات، هيطرح إن شاء الله على القطاع الخاص قريب، وهنبتدي نشوف دخول قطاع خاص ليستثمر على هامش مسار العالم المقدس. والله يا دكتور عادل ربنا يطمنك. يعني انا اتمنى طبعا ان جزء كبير من كلام حضرتك، ولا مش عشان برضو ممكن يكون في معوقات جايه في الطريق او حاجه، وحضرتك وحضراتكم برضو بتزيلوها وبتبنوا عليها، لكن اتمنى ان جزء كبير من كلام حضرتك يعني نلمسه جدا في الايام الجايه، ونحاول بقدر الامكان، لانه احنا عندنا شيء مبهر، يعني عندنا شيء مبهر، وحضرتك لامس ده جدا يعني. فأنا بشكر حضرتك جدا على تطميناتك، وبشكر حضرتك على المجهود المبذول، اللي احنا الحقيقة برضو احنا عندنا مشكلة في توصيل المعلومة، وعندنا مشكلة في ان احنا نحصل على المعلومة. فالحمد لله وجود حضرتك ووجود ناس كتير، احنا برضو سمعنا هذا الكلام وامبارح شفته في التقرير للراجل العظيم اللي كان معانا الأستاذ نادر جرجس، منسق اللجنة الوزارية لإحياء مسار العالم المقدسة السابق، برضو كان بيشرح لنا بعض الامور. خلي بال حضراتكم احنا جزء من، شوفوا الدكتور عادل قال ايه، قال احنا عندنا 14 السيد المسيح وستين مريم و السيد يوسف النجار، الثلاثه لما جم من بيت لحم بداوا من العريش. ال 25 نقطه دكتور عادل دلوقتي بيوضح لي حاجه مهمه، ان منهم 14 نقطه فيهم اثر، يعني زي قدم السيد المسيح وهو طفل عنده سنتين، هتلاقوا في المطرية
في طريق العودة، حسب ما قريت أنا في طريق العودة هتلاقوا في المطرية، هتلاقوا في جداريات معمولة هناك وهو لآخره موجود، إنه هو آخر 5 سنين زي ما إحنا في هذا الإطار كده. والله إحنا على حسب ما هنشوف زملائي في الإعداد ونشوف الدنيا ماشية إزاي، لو المسألة متاحة نكمل ده في شهر 8، ولقينا حاجة نقدر نشتغل عليها إن شاء الله بإذن الله نشتغل عليها. إحنا ما عندناش أي مشكلة خالص، إحنا إيد بإيد كتف بكتف، يعني أيا كان الأمر، لأنه برضو التأثير الداخلي المهم يعادل التأثير الخارجي. التأثير الخارجي بنتركه على عاتق الدكتور عادل الجندي وزملاء الدكتور عادل الجندي، والدولة المصرية في هذا الإطار هي كفيلة إنها بتجذب هذا الأمر ويطلع بره الشغل ده كويس ويتعمل بطريقة مبهرة عالميا تقدر تجيب السائح في هذا الإطار. إحنا هنا بنقول لحضراتكم مجهود الدولة في هذا الأمر إزاي، راح فين وجي منين. علينا أن نحترم هذه المؤسسات، نحترم وجود هؤلاء الناس، علينا أنه يعني والسيد او الرجل العظيم ده القمص متياس موريس وراعي الكنيسه، وهو بيتكلم يعني دايما يشكر الدوله، دايما يشكر الدوله، بنشكر الدوله، بنشكر الدوله. لا كنا في مشاكل والحمد لله تم ازالتها، وكنا في مشاكل وجود الامن، يعني وجود الامن هناك، والحقيقه الدور اللي بيقوم بيه الامن هناك لهم منا كل الشكر والتحضير. وطبعا قطاع السياحه والاثار لازم نشكرهم شكر جزيل، وزاره السياحه والاثار. معلش في حاجات تفصيلات كده حضراتكم ما بتبقوش واخدين بالكم منها، لكن زملائي الحقيقه يعني كان عندهم بعض المعوقات وبعض المشاكل، الحمد لله رب العالمين تم ازالتها، لان المساله دي برضو لها اجراءات، مش اي حد كده هياخد كاميرا ويروح يصور داخل الكنيسه ويقابل الناس دي وبتاع، لا ليها اجراءات ولازم نحترم مثل هذه الاجراءات. زميلنا الجميل الصحفي خير راغب، زميلنا العزيز في مصر اليوم، انا بشكره شكر جزيل لانه من الناس اللي تعبت معنا جدا ونسقوا معنا جدا في هذا الاطار. برضو اما هو عنده خبره في هذا الاطار، فاحنا سالناه في كذا خطوه، الحقيقه هو تعامل مع هذا المساله بكل حب. يعني بشكر الجميع شكر جزيل، ان شاء الله باذن الله دايما تبقى التحيات الخارجيه اللي احنا بنقوم بيها لها صدى في هذا الإطار. اليوم العالمي للتبرع بالدم، هقف شوية قدام المناسبة اللي بتحصل كل سنة. احنا اتكلمنا السنة اللي فاتت ورحنا بنفسنا بنك الدم، حتى سواء المتبرع او حتى الشخص اللي بيتم انقاذه، وزي من خدمات نقل الدم القومية اللي هو في الدقي. انا بتكلم ليه بقى في المسألة دي؟ احنا النهاردة مش النهارده، واليوم العالمي بيوافق 14 يونيو، احنا طبعا ما كناش شغالين، فاحنا نرجع ل 14 يونيو المساله دي ل 14 يونيو، لكن وزاره الصحه اللي هي المعنيه بهذا الامر واللي هذا المشروع القومي للتبرع بالبلازما، وهذا المشروع القومي للدم والتبرع بالدم وهو الاخر، طبعا وزاره الصحه في الاول والاخر، وزاره الصحه يوم الثلاث اللي هو ان شاء الله بعد بكره هتنظم احتفاليه في هذا الاطار. لازم الناس يبقى عندها توعيه، لازم الناس يبقى عندها. يعني انا كنت مبسوط جدا زميلتنا وصديقتنا مروه مامون شعيره الجميله كانت عندها مشكله في التوعية، موجوده في الغردقه في زياره، فكان عندها مشكله في التبرع بالدم، انا بفتكر دلوقتي، واكدت على تويتر انه عندي مشكله في التبرع بالدم وانا عايزه فصيله معينه وبتاع. حصل واتكلمت مع مركز نقل الدم اللي هو موجود قدام حضراتكم، واتكلمت مع الناس، لقت في نقص في الفصيله، لا في ناس راحت اتبرعت، وفي ناس، وفي الاخر شكرت الكل وقالت الحمد لله رب العالمين كانت المساله في غايه. فانا عجبني ده، انا عجبني المواطن، انا نفسي رحت اتبرعت بالدم، ناس خدت الدم وشافت المساله ايه، لايق ولا مش لايق، عندك مشاكل صحيه ولا ما عندكش، بياخدوا الدم ويحللوه ويشوف الدنيا ماشيه معاه ازاي، مش اي حد. موضوع البلازما بقى، فصل مشتقات الدم، ايه الجمال اللي موجود في مركز، يعني حضرتك تسمع اللي هي فكره ايه المركز نقل الدم او التبرع بالدم، حتى شايف، لكن المنظومه جوه، المنظومه على اعلى مستوى، لانك انت بتتكلم على صحه المواطن. وتخيل حضرتك مثلا لما انت لا قدر الله احنا طبعا في مشكله في انه نقص التبرع بالدم، يعني ما بقتش زي الاول،
في تقريبا تراجع بنسبه 25 او 30%. مش عايزينها توصل اكتر من كده، عشان لما حضرتك او انا او غيري او اي حد عنده مشكله في الدم ويكلم مركز نقل الدم، والله انا عايز كذا 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 هناك، ادي طبعا حضرتك قمت، والله يا فندم انا اتبرأت الدم فعلا واخذ مني دم في هذا الاطار، وتم التعامل مع المساله بكل، يعني انا عايز اقول لحضرتك ايه، انه المساله دي محتاجه احترام، محتاجه احترام، لان في ناس هذا الشاب الجميل وهذه السيده الجميله الاثنين متزوجين، دول عندهم مشكله بتاعت انيميا البحر المتوسط، دول اللي هو بيسموه سلاسيميا، اللي موجودين جنب بعض دول، وهذه السيده الجميله برضو بقالها فتره برضو بتعاني من هذا الامر. الشخص الاثنين اللي فاتوا دول، هذا الزوج وهذه الزوجه، طبعا دول اطفال وهو الاخر، وبرضه في مشكله في التبرع بالدم اليوم، لكن الحمد لله رب العالمين بيروحوا كل فتره. يعني تخيلوا انه لو ما عندناش خدمات نقل الدم دي، الاثنين الزوج والزوجه اللي شفتهم دول طول عمرهم هيتنقلوا لهم دم. اي مريض، انا بتكلم كنموذج، ولما حتى رحنا نسجل معاهم كان برغبتهم جدا نسجل معاكم، قالوا بالعكس ده احنا عايزين نوعي الناس وعايزين نقول للناس. طب انتوا متجوزين؟ الحمد لله رب العالمين. طب عرفتوا بعض ازاي؟ عرفنا بعض من نقل الدم، من خدمات نقل الدم، من مركز نقل الدم. انتوا بتتكلموا جد؟ بس احنا بقالنا سنين هنا فتعرفنا على بعض واتجوزنا بعض. اي قصه حب واي قصه واي تلاقي واي روح حلوه واي رضا بالواقع واي اي حاجه في الاطار ده، حاجه الحلوه اللي تقولوها. انيميا البحر المتوسط طول عمره بينقل دم، وطول عمره هيروح لمركز الدم، طول عمر دول لازم السليم، لازم السليم يعتبروها صدقه، لازم حضرتك تتبرع، دول الاثنين دول لازم حضرتك تتبرع في هذا الاطار. فانا انا وحضرتك، مش بقول لحضرتك انت تتبرع وانا لا، انا بطلب مني اتبرع، يعني ما فيش مشكله. وكتير من حد من معارفي او قرايبي او بتاع بيبقى محتاج نقل دم، انا بروح وبيشوف نقل الدم اللي عندي هل ينفع ولا ما ينفعش، هل انا صالح للنقل ولا لا، عشان ما يضرش المريض او يضر اللي محتاج ننقل له الدم. الدكتوره مروه محسن نصر، نائب مدير عام خدمات نقل الدم القوميه. برحب بيك يا دكتوره. اهلا وسهلا استاذ. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله كله الحمد لله رب العالمين. الدنيا اتحسنت شويه في المركز، يعني بقى التبرع زياده شويه عما كنا مع حضرتك السنه اللي فاتت؟ والله يعني الى حد ما، يعني البرامج التوعويه اللي زي حضرتك اللي بتقوم بيها بتحفز شويه في زياده، يعني نسبه بسيطه من قبول المتبرعين وتوافدهم على المراكز. يعني النسبه كام عند حضرتك؟ قال ما لسه يعني واقفه عند قد ايه؟ كام في الميه؟ يعني نقدر نقول ان مازال في تقريبا يعني عجز ما بين الطلب وما بين وفره الاكياس عشان توفي كل احتياجات المرضى، تقريبا بنسبه 30-40%. وحضرتك شايفه النسبه دي كبيره؟ هو احنا بنامل ان احنا نكفي احتياجات كل المرضى، يعني بنتمنى ان كل مريض بيجي عايز اكياس دم اقدر ان انا اوفر له ويبقى عندي كل الفصائل متاحه بشكل مستمر. واي مريض بيحتاج، حضرتك عارف ان في مرضى بيحتاجوا نقل الدم بشكل طارئ زي في الحوادث وفي الكوارث، في العمليات، الامهات، بعض السيدات اثناء الولاده، الاطفال المبتسرين في الحضانات، في بعض المرضى المزمنين زي امراض الكبد والاورام والفشل الكلوي بيحتاجوا على طول نقل دم، في الامراض الوراثيه زي ما حضرتك ذكرت، الانيميا البحر المتوسط والهيموفيليا والانيميا المنجليه، كل دول بيعتمدوا في علاجهم على مدى الحياه على نقل الدم. فيعني كل اللي حضرتك يعني تقدري تقوليه للمتبرع بالدم، لان المتبرع بالدم ده فاهم انه، او بعض منهم فاهم ان هو لما بيتبرع بالدم فده ضر بيه، يعني هل هو ما بيتبرع بالدم مش ده كويس بالنسبه له؟ اكيد اكيد في فوائد كبيره للتبرع بالدم،
أولا من الناحية الروحانية والنفسية، هو بيحس بأنه عمل دور مجتمعي وتكافلي وعمل زكاة عن صحته، في أنه ساعد المرضى والأطفال اللي بيحتاجوا نقل الدم، أنه هو كيس الدم الواحد اللي هيتبرع بيه ده هيفيد ثلاث هينقذ ثلاث أرواح آخرين. من الناحية الصحية هو طبعا بيجدد دورته الدموية وبينشط نخاع العظام، بيقدر ان هو بيطمن على نفسه من خلال التحاليل اللي بنجريها على وحدات الدم اللي بيتبرع بيها. فكل ديت فوائد بالنسبه للمتبرع يعني. طيب، كلمة أخيرة تقوليها ليه للمواطن نفسه، يعني اللي هو مش بيحجم لكن بيقل من شوية من المسألة دي، وساعات يعني يقول يا عم اشتري دماغك، يعني احنا ايه اللي هيحصل، يعني ما الدولة كده كده هتوفره، وتلاقيه يشوف العربية قدامه كده ويتجاهل الأمر ويمشي. هو احنا بننتهز الفرصه من خلال طبعا اليوم العالمي للتبرع بالدم، ان احنا ده بيبقى يوم 14/6 من كل عام، بتحتفل كل دول العالم طبعا باليوم ده عشان بنشكر المتبرعين المنتظمين اللي فعلا بينتظموا في عطائهم وانقاذهم لارواح الاخرين. وكمان من خلال اليوم ده ومن خلال حضرتك بحب ان انا احفز واشجع ان احنا نزود ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، ونوضح اهميته للمتبرع وكمان للمريض، لان المصدر الوحيد لكيس الدم هو المتبرع. يعني لحد دلوقتي ما فيش تصنيع لاكياس الدم، فاي مريض بيحتاج للدم هو المتبرع، هو المصدر الوحيد لكيس الدم عشان يقدر ان هو ينقذ ارواح الاخرين. هو الواحد ممكن يتبرع كم مرة في الشهر مثلا؟ لا، هو بيتبرع مرة كل 3 شهور بالنسبة للذكور، وبالنسبة للإناث مرة كل 4 شهور. بيتاخد منه قد ايه يا فندم يعني، ولا هي التبرع حسب ما جسمه لا لا يعطي لا حسب صحته يعني؟ لا، هي القرب الدم بيبقى يا إما بياخد 450 مللي يا إما 500 مللي في القربة الواحدة بالنسبة يعني وهو كل اربع للراجل أو الست. الراجل كل 3 شهور يتبرع، لو هو عايز يتبرع، لو هو مداوم على هذا الامر كل 3 شهور يتبرع بالكمية دي. اي متبرع لائق لعمليه التبرع وصحته هتسمح للتبرع بالدم يقدر ان هو يتبرع كل 3 شهور، والاناث كل 4 شهور. طيب، انا اتبرعت وعايز اتاكد هل دمي سليم ولا لا، يعني انا حضرتك، انا لقيت العربيه قدامي مثلا في ميدان من الميادين، فدخلت اتبرعت، انا عايز اتبرع، فدخلت اتبرعت ومشيت، انا عايز اعرف الدم بتاعي هل كويس ولا لا، عشان اتبرع مثلا كل سنه مره، حتى اعمل ايه؟ احنا لما بيجي اي حد بيتبرع تبع خدمات نقل الدم القوميه بنديله كارت المتبرع ده، ومن خلاله بيقدر بعد 14 يوم يتوجه للمركز وبيحصل على ريبورت فيه نتائج التحاليل الفيروسات الكبديه بي وسي والايدز وبكتيريا الزهري، بالاضافه طبعا لفحص الحمض النووي اللي احنا بنعمله على جميع الوحدات المجمعه، وده طبعا فحص دقيق جدا عشان التاكد من خلو الاكياس الدم من اي فيروسات كبديه، وطبعا بيعرف فصيلته واذا كان عنده اي اجسام مضاده لكرات الدم الحمراء. فمن خلال توجهه للمراكز بيقدر ان هو يحصل على ريبورت فيه كل الداتا ديت للتبرع بتاع بعد 14 يوم من التبرع. بالظبط. دكتوره مروه محسن نصر، نائب مدير عام خدمات نقل الدم القوميه، بشكر حضرتك شكر جزيل، وبشكركم كلكم وكل الحقيقه النظام العمل اللي موجود في المركز، وكل الاطباء الموجودين وكل المتخصصين الموجودين، الحقيقه دور رائع. حضراتكم لو رحتوا مركز نقل الدم هتشوفوا قد ايه الناس دي بتبذل مجهود كبير جدا عشان صحه المواطنين. انا عايز الحلقه النهارده تبقى منوره، يعني احنا مشاكل، بس الحمد لله رب العالمين، واحنا بنقول انه الرحمة موجودة، يعني ان احنا بنحل، ان احنا لا في في حاجة حلوة، في حاجة حلوة في البلد، مهما يكن بقى من انه مشاكل محوطانة من هنا ومن هنا زينا زي اي دولة في العالم، بس في حاجة حلوة. احنا بنتكلم في مسار العائلة المقدسة، بنتكلم في نقل الدم، والحمد لله رب العالمين، احنا دايما ده حافز من عندنا انه الناس تعمل حاجة كويسة. وفي الاطار ده برضو تعالوا اقول لحضراتكم برضو على حاجة جميلة حصلت، وانه كعادته، لانه الحقيقه احنا بنحب هذا الـ 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 او هذه المؤسسه، بنحب هذا الصندوق اللي هو صندوق مكافحه وعلاج الادمان التابع لوزاره التضامن الاجتماعي. هذا الصندوق بيعمل شغل رائع ده برضو. شوفوا احنا
ما بنقولش حاجه الا ما نكون رحنا وزرنا وتابعنا. اللي احنا بنقول لحضراتكم ده جزء من متابعتنا. ده طبعا مركز العزيمه واحد، انا باكد لكم انه مركز العزيمه ده لو دخل مسابقه عالميه هيبقى في المقدمه. مسابقه علاج المدمنين المتعافين، واللي بيخرج من هذا المكان هنا في ورش جوه مركز العزيمه في المنيا. ما انا بقول لحضرتك فيها حاجه حلوه، لا فيها حاجات حلوه، ما تقعدش حضرتك تدور على السلبيات وتلزق، فيها حاجه حلوه مركز العزيمه ده ومراكز كتيره جدا، وانا متاكد انه في، وفي حاجه لسه جايه في امبابه اعظم واعظم بقى، مستنيه الافتتاح الرسمي. في حاجه جايه في امبابه خاصه بعلاج الادمان، وانه يبقى المدمن ده يندمج في المجتمع ويبقى صالح للمجتمع، صالح في المجتمع، صالح في اسرته في هذا الاطار. فده امر لازم ناخد بالنا منه. احنا بنقول لحضراتكم احنا مش بنصدر كل شويه مشاكل، في مشاكل وفي حلول. واخدين بال حضراتكم من المساله دي؟ احنا بنتكلم ليه هنا؟ في تقرير طلع النهارده واحنا بنتكلم، طلع من مركز علاج ومكافحه الادمان عن سائق الحافلات المدرسيه بتاع المدارس. احنا من فتره كبيره والصندوق ماشي في هذا الاطار، وكان الحقيقه في النسبه كانت مرتفعه شويه وبعدين النسبه بدات تقل، وبعدين اللي هو ايه يا فندم؟ سواق الباص اللي بياخد بنت حضرتك وابن حضرتك من بيتك يوديه المدرسه، من بيتك يوديه المدرسه. جابوا 12,000 سواق او اكتر من 12,000 سواق مختلف المدارس بقى، يعني حكوميه وخاصه وتجريبي وهو لاخره، جابوهم في وزاره التضامن ويعني على الطرق السريعه وحملات كشف مفاجئه على الطرق السريعه. تعالى يا عم الحاج انت السيء تبع مدرسه ايه؟ مدرسه فلان. طب تعالى هات المدرسه دي، ياخدوا عينه منه فجاه. اللي لاقيه ايجابي في اجراءات بتتاخد ضده، بس انا اتمنى انه في الاول يبقى في تحذير، ما تعملش ده تاني ويخضع للعلاج، لو ما خضعش للعلاج يتحول بقى للنيابه. لكن على كل ان هذا برضو امر فيه حاجه حلوه. نشوف زميلنا العزيز مدحت وهبه المستشار الاعلامي للصندوق ويقول لحضراتكم بالظبط ايه اللي تم والتقرير بتاع النهارده بيقول ايه. برحب بيك يا استاذ مدحت. مساء الخير على حضرتك استاذ جابر وعلى كل الساده المشاهدين، وعايز اشكر حضرتك على يعني المقدمه الجميله في حق صندوق مكافحه وعلاج الادمان، لان حضرتك الحقيقه متابع القضيه دي بشغف وباستمرار. اخبارنا ايه في التقرير بتاع النهارده؟ زي ما حضرتك اشرت، احنا الحقيقه لما بدانا حملات الكشف على صديق الحفلات المدرسيه كان ده عام 2017، والحقيقه كانت نسبه التعاطي كانت نسبه مخيفه، كانت حوالي 12%، وانت عارف ان حضرتك يمكن ده بعد الحادثه الشهيره اللي كانت حصل في البحيره وعصفت بيه ارواح الكثير بين اطفالنا الابرياء، وكان في الحقيقه توجهات من القياده السياسيه ان احنا نكثف حملات الكشف على سائقي الحفلات المدرسيه اللي اسفرت عن نتائج ملموسه وجيده خلال الفتره الماضيه. لما بدانا حملات الكشف كانت النتيجه 12%، النهارده وانا بكلم حضرتك اقل من 0.5% بالتحديد 3.1%. يمكن على مدار العام الدراسي الحالي كشفنا على اكثر من 12,800 سائق حفلات مدرسيه، ولقينا الحمد لله ان النسبه في انخفاض شديد. احنا لما بدانا كانت الحقيقه كانت مجموعات عمل مكثفه بتنزل على المدارس بشكل مفاجئ لتحليل للسائقين، والحقيقه بالتوازي كنا الحقيقه عاملين مبادرات توعويه، مش بس كده كمان احنا عملنا مبادرات توعويه لتوعيه السائقين. ويمكن انا من خلال برنامج حضرتك الموقر بنجدد الدعوه ان اي شخص عنده مشكله مع تعاطي المواد المخدره، سواء اذا كان سائق حفلات مدرسيه او حتى موظف في الجهاز الاداري للدوله، بمجرد ما هيتصل بالخط الساخن اللي هو 16023 احنا بنعتبره مريض وعلاجه مجانا وفي سريه تامه ولن يقع تحت طائله القانون. وباكد مع حضرتك علاجه مجانا وفي سريه تامه ولن يقع تحت طائله القانون في حاله واحده، ان هو يتقدم من تلقاء نفسه بمجرد الاتصال بالخط الساخن 16023. وكل ما يخصه في سريه تامه. وكل ما يخصه في سريه والمواطن تامة. العادي لو اتصل بحضرتكم على 16023 وعايز يتعالج، كل ما يخصه في سريه تامه. هو واخت لينا او حد من السيدات يتصل، كل المعلومات بتاعتها في سريه تامه بالفعل. ويمكن احنا على مدار
بالفعل يمكن على مدار العام الماضي احنا قدمنا خدمات علاجيه لاكثر من 169 الف مريض ادمان، والحقيقه حلو قوي المراكز في قد ايه يا استاذ مدحت؟ 169 الف مريض ادمان على مدار العام الماضي اللي هو 2022. ما شاء الله، ده في سنه واحده بس؟ اه 169 الف. اه 169. انا بقول ما شاء الله على الهمه بتاعت الصندوق. في نفس يعني الوقت كمان ده بيؤكد ان في مصداقيه اصبحت لدى المرض المواطن المريض لاسرته في مؤسسه حكوميه، صندوق مكافحه علاج الادمان. ده بيؤكد ان احنا بنعالج في سريه تامه. وعايز اقول لحضرتك كمان من الحالات اللي بقولها حضرتك كان منهم حوالي 4% اناث، وده بيزيد الثقه لدى الاناث اللي هم عندهم مشكله مع تعاطي المواد المخدره ان هم بيتقدموا للعلاج من خلال الخط الساخن. وده الحقيقه من خلال 28 مركز علاجي، وحضرتك يمكن زرت احد هذه المراكز العلاجيه في محافظه المياه وشفت على الطبيعه مدى مستوى الخدمات اللي بتقدم لمرضى الادمان من خدمات علاجيه وايضا خدمات تاهيليه، لان احنا يمكن مراكز العزيمه بتتميز ان هي ما بتقتصرش على تقديم خدمات علاجيه فقط، بل بتمتد الى تاهيل نفسي وتاهيل اجتماعي، حتى كمان تمكين اقتصادي من خلال تعليم المتعافين على حرف بيحتاجها سوق العمل، او حتى كمان تمويل مشروعات صغيره للمتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي. انا عايز اقول لحضرتك كمان بالنسبه فيما يتعلق حتى بحملات الكشف على سائق الحملات المدرسيه، احنا اتحنا كمان خدمه لاولياء الامور طوال العام الدراسي ان اي ولي امر بيشك ان سائق المدرسه الخاص بنجلي بيتعاطى مواد مخدره، اتحنا خدمه برضو من خلال الخط الساخن 16023 التابع لصندوق مكافحه وعلاج الادمان ان هو يتصل ويقدم شكوى. تاني يوم بننزل بحمله مفاجاه على المدرسه الخاصه وبيتم تحليل لكافه سائقي المدرسه، وفي حاله ثبوت تعاطي اي سائق للمواد المخدره بيتم التنسيق مع وزاره التربيه والتعليم وفصله بجانب احالته الى النيابه العامه بتهمه القياده تحت تاثير المخدر. كمان ان في بعض العلامات الداله اللي ممكن تخلي الاسره تشك ان السائق ده تعاطى مواد مخدره، والحقيقه يمكن عملنا دي في نشرات توعويه زي ما يكون في هالات سوداء تحت العين، في احمرار في العين، في السير بسرعه شديده، السير ببطء، الكلام بعصبيه او ببطء مبالغ فيه، كلها الحقيقه علامات قد تدل ان السائق بيتعاطى مواد مخدره. عشان كده احنا اتحنا هذه الخدمه برضو من خلال الخط الساخن، وده كله بالتوازي كمان مع حملات الكشف على العاملين بالجهاز الاداري للدوله. يمكن لما بدانا على الكشف على العاملين في جهاز الاداره الدوله في 2019 كانت نسبه التعاطي ما بين العاملين كانت حوالي 8%، النهارده وانا بكلم حضرتك اقل من 1%. الله. دي كلها الحقيقه جهود مثمره وجيده، هي محتاجه تسليط الضوء تاني، او ده بقى الشغل اللي التوجه للسوق المحلي او التوجه للمواطن جوه البلد هو ده الاهم، يعني ده اللي محتاج وعي اكتر، لانه الدور اللي انتم بتقوموا بيه الحقيقه مش دوره قليل اطلاقا. فانا بشكرك شكر جزيل زميلنا العزيز الاستاذ مدحت وهبه المستشار الاعلامي لصندوق دعم ومكافحه وعلاج الادمان. كانت الحاله او النسبه بين السائق الحفلات سائق الحافلات 12%، سائق الحافلات دلوقتي النسبه 3%. انتوا واخدين بالكم الرقم؟ 169 الف مريض عولج ادمان سنه 2022. ده دوله، ده جهد دوله، جهد وزاره، صندوق جوه الوزاره، صندوق دعم ومكافحه علاج الادمان. كميه لما احنا رحنا العزيمه كميه المكالمات اللي جات وكميه الرغبه اللي جات في ان ولادنا عايزين يروحوا العزيمه، طبعا مش العزيمه لوحديها بس في نماذج حلوه، ما انا بوحدك فيها حاجات حلوه، البلد فيها حاجات حلوه، وفي بالتوازي مع المشاكل اللي حضرتك بتشوفها وتمر بيها في مشاكل حاجات جيده جدا 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 حضرتك بتشوفها في هذا الاطار. سيادة الرئيس كان في جولة إفريقية من كام يوم كده، شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، وتحديدا في موزمبيق سيادة الرئيس أكد إن البلد أو مصر مستعدة لتدريب أئمة وعلماء موزمبيق وتبادل المعلومات والخبرات. ترجمة سريعة لده، صدرت توجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
شيخ الأزهر بضرورة تأهيل الأئمة والوعاظ والدعاء الوافدين من خلال تقديم العديد من البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم بما يحتاجونه لمواجهة المفاهيم الخاطئة. احنا هنا أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاء. احنا بنتكلم على مش احنا بنتكلم على قوات ناعمة مش قوة واحدة. هنتكلم على حاجة عظمة. 27 دولة انت مختلف الجنسيات. دي الناس دي مش جاية عندك، انا اسف يعني، مش جاية عندك لأي شيء الا اللي هي واثقة فيك. اللي يعرف ان انت منهج وسطي. اللي يعرف انها تتحل ما تكتسب خبرة. يعني الحقيقة في هذا الإطار يعني أنا بشكر زميلنا العزيز معتز مختار، راح لأكاديمية وعمل لنا تقرير لطيف جدا هنشوفه وناخد فاصل ونرجع. قلنا إيه بقى؟ فيها حاجة حلوة، فيها حاجات حلوة. في ظل وجود بعض حملات التشويه لصورة الإسلام والمسلمين، يعمل الأزهر الشريف على تدريب الأئمة من مختلف دول العالم، وذلك لتصحيح المفاهيم الخاطئة ومحاربة التطرف. ملف الوافدين من أهم الملفات التي يعتني بها الأزهر الشريف، ويكفي أن تعلم أن لدينا بالأزهر الشريف ما يقارب 60,000 طالب وافد من مختلف دول العالم، قد يصل عدد تلك الدول إلى 120 دولة، ويحظون بعناية ورعاية، وتقدم لهم مصر والأزهر الشريف المنح التعليمية والتدريسية في مختلف كليات الجامعة. دائما بقول أنه سواء الدعاء في مصر أو في الخارج لابد من المواكبة، لابد من القراءة المستدامة، لابد من فهم الواقع، لابد من فهم الدليل، لابد من مزيد من الدراسات التفاعلية بين الدعاء بين بعضهم البعض، بين الدعاء والواقع، بين الدعاء والأساتذة. كل هذا الزخم وكل هذه المنظومة من المدارسة والمدارسة المستدامة والمستمرة بتفضي في النهاية إلى خطاب ديني متجدد. نتمنى أن تتكرر هذه الدورات في مجمع البعوث لكي يفيد الطلاب، والطلاب مبسوطين وفرحانين بهذه الدورة الجميلة. الحمد لله كانت دورة على مستوى عالي جدا، وكبار علماء الأزهر كانوا يحاضرون فيها للباحثين والطلبة الدكتوراه من الوافدين، وركزت في أمور مهمة جدا يحتاجونها عندما يرجعون إلى بلدانهم، وفي أمر هام وهو أمر الفتوى. دورة أفادتنا جدا، وخصوصا النساء وما يتعلق بفقه المرأة، حيث أن هناك كثير من النساء يستستحي أن يسألون أهل الفتوى خصوصا من الرجال في أمور تخص النساء. حقيقة نحن استفدنا كثيرا من مشايخنا الأزاهرة، وطبعا يعني نشكر يعني القائمين بهذه الدورة وعلى رأسهم يعني فضيلة الإمام الشيخ الأزهر. استفدنا جدا في الفتوى، وعرفنا أن فوضى الفتوى الموجود في العالم الآن، والحمد لله عرفنا كيف نواجهه. أتمنى أن أنشر هذه العلوم المفيدة إلى أهل بلادي في إندونيسيا خاصة. الدورة قيمة وماتعة، فتعرفنا على دكاترة الأجلاء من أصحاب الثقافات المختلفة. دورة تدريبية كاملة شاملة حول الفتوى وضوابط الفتوى وشروط الفتوى وكيفية مواجهة الواقع وتنزيل الفتوى على الواقع. هذه الدورة فعلا مفيدة جدا، وأرجو بعد هذه المناسبة سيكون هناك دورة بعد هذا دورة تالية إن شاء الله. أوجه يعني شكري لجميع المنظمين هذه الدورة، يعني من فضيلة الشيخ الأزهر الشيخ أحمد طيب، يعني نشكره جدا على هذه الاعتناء بالوافدين. عدنا لحضراتكم تقديرا بقى لزملائنا اللي بيشتغلوا اسبوعيا كده في حواديت عشان يبروزوها في مجلاتهم. هناخد كام مجله كده معانا، نبدا بالاهرام العربي 30 يونيو، عنوان الشخصيه
المصرية. طبعا زمان لحضراتكم ان شهر يونيو الحقيقة بقى شهر فيه احداث كتيرة قوي، لكن ابرزها طبعا في العشر سنين الاخارة الحدث الاهم اللي هو نقدر نقول عليه ثورة 30 يونيو 2013، وده الحدث الاهم بالنسبة لنا في هذا الشهر. فكل الاحترام والتقدير والاجلال لهذه المناسبة المهمة في حياتنا، كل الاحترام والتقدير لكل فرد في الشعب المصري اللي قام بهذه الثورة، واللي الحقيقة كانت أيقونة مهمة جدا في تاريخ هذا البلد. جمال الكشكي رئيس التحرير بيتكلم عن 30 يونيو عنوان الشخصية المصرية: جاءوا من الخنادق فلم يتآلف معهم الشعب المصري، انتقلوا إلى العمل في النور لكنهم احتفظوا بألاعيب الظلام ففشلوا في التعامل مع الشعب المصري واتخذوه خصما لهم، كيف تستقيموا؟ بيتكلم الحقيقة عن وضع الإخوان في هذا الإطار، وبيتكلم على الشخصية المصرية اللي رسمت 30 يونيو واللي شاركت في 30 يونيو واللي الحقيقة عملت إنجاز كبير جدا في هذا الأمر. بتكلم برضو في الـ في الـ 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 الحكاية، وإنه ثورة 30 يونيو اللي جسدت الشخصية المصرية أو عبرت عنها وباتت عنوان لهوية هذه الشخصية التي قهرت المستحيل، وصور عديدة جدا جدا لسيادة الرئيس وهو من أول ما تولى الحكم لحد النهاردة في هذا الإطار. أستاذ أحمد الجمال الكاتب والمفكر المصري الجميل بيتكلم عن فلسفة ثورة 30 يونيو: جوهر الدولة لا يتحقق بتوافر الشكل الدستوري فقط، وإنما بمدى اتساق الشكل مع السياق الحضاري الثقافي التاريخي. أستاذ أحمد إسماعيل: حتى لا ننسى الثورة في عيون الصحافة، الملايين تهتف تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر، زي ما بيقول زميلنا العزيز أحمد إسماعيل. والحقيقة في يعني شغل إخراج معمول حلو جوه في هذا الإطار لكل الزملاء اللي شاركوا في هذا الملف. أستاذ العزب الطيب الطاهر: روح جديدة نحو فلسطين، الرئيس السيسي يطرح محددات التعامل مع القضية الفلسطينية وفق رؤية رشيدة. إذن الأهرام العربي و30 يونيو عنوان الشخصية المصرية، والجزء اللي عمله الزميل أحمد إسماعيل في الصحافة ده جزء مهم جدا بيرصد إزاي تعاملت الصحافة مع الثورة 30 يونيو، وده الحقيقة ده مؤشر مهم جدا الواحد ياخد الحاجات اللي زي دي ويحتفظ بها في البيت، لأن دي بتبقى أرشيف مهم في هذا الإطار. ناخد مجلة روزا اليوسف بتتكلم عن زيارة تاريخية لقرية الأبعدية: رسائل الأمل من الرئيس للشعب، لا تحرير لسعر الصرف. وفي نفس الإطار ده خلينا بكل العظمة وبكل الاحترام المهنة هذا الرجل العظيم الأستاذ عاصم حنفي، ربنا يرحمك رحمة واسعة، فعلا أنت فارس، يعني أنا مش فارس روزا اليوسف، أنت واحد من فرسان الصحافة المصرية الحقيقة، واحد من فرسان التنوير في مصر، وليست روزا اليوسف فقط. فأنا يعني بحمل لروحك الطاهرة كل الحب والاحترام والتقدير، واتكلمنا كتير قبل كده يعني في سنوات سابقة، والحقيقة يعني شغل الشاغل كان دايما حب هذا البلد وتنوير هذا البلد وتعظيم الفكر المستنير لهذا البلد، فله منا كل الاحترام والتقدير وربنا يرحمه رحمة واسعة. المجلة جوه بتتكلم عن الرئيس السيسي مطور الموانئ المصرية للدخول على خريطة المنافسة العالمية لما كان سيادة الرئيس في ميناء الإسكندرية، وزملائنا الحقيقة يعني ناقلين عن كلام سيادة الرئيس لما كان في البحيرة وكان في الإسكندرية في هذا الإطار. وبعدين زملائنا عاملين ملفات مهمة جدا عن تطوير القدرات اللوجستية للدولة المصرية وتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، والحقيقة ملف موضوع سعر الصرف الجنيه أمام الدولار لو هيأثر على المصريين يبقى بلاش. وعلى فكرة في يعني انخفاض في أنا بتكلم على حتى لما بتكلم على الدولة دي في انخفاض في سعر صرف الدولار امام الجنيه، يعني نتيجه هذه التصريحات. يعني محمد البربري بيتكلم عن الدوله والمواطن يحصدان انجازات الخير في البحيره. ياسمين علاء بتتكلم عن مقبره الخالدين، مشروع حضاري ثقافي متطور. انا هاخد مقبره الخالدين دي لان ده موضوع مهم جدا هلاقيه في المصور، عاملاه زميلتنا برضو اماني عبد الحميد، يعني ربط الامور ببعضها مهم. فمعلش يا استاذ لوكس، استاذ لوكس زميلنا اللي يعني
هنلاقي في مجله المصور هنلاقي زميلتنا اماني عبد الحميد عامله مقبره الخالدين بعد التوجيه الرئاسي بانشائها، ادي موجود. ما لو حطينا الورقتين الموضوعين كده جنب بعضهم، موضوع ياسمين علاء، فيروزه اليوسف، موضوع اماني عبد الحميد في مجله المصور، هنلاقي موضوعين حلوين ممكن ان حضراتكم تقروهم، ممكن حضراتكم تحتفظوا بيهم، ممكن حضراتكم تاخدوهم من على شبكات التواصل الاجتماعي او الحساب الالكتروني لكل مجله، وهتلاقوا الحاجات اللي زي دي مهمه جدا، لانه هنا خبراء يؤكدون مبادره رائعه. وحواس بيقول قرار في الوقت المناسب، والمشروع المصري لابد ان يكون مختلفا. حسنين بيقول حرص رئاسه على تكريم من افنوا حياتهم في سبيل، استاذ سعيد حسنين، من افنوا حياتهم في سبيل الوطن. والمهندس محمد ابو سعده بيقول ان القرار الرئاسي مهم للغايه وتاكيد انعال على الرؤيه الثقافيه للدوله. في ناس تقول لك يعني ما احنا كلنا بنموت، يعني هو في فرق بين ده وده؟ لا، هي الفكره مش كده، الفكره مش كده خالص. يعني الفكره انه يعني نتعامل مع هذا الامر بـ 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 بالحقيقه كده بشيء من برواسه التاريخ وليس برواسه الاشخاص. مهم جدا جدا. ما احنا ما احنا بنقولش ان دول افضل ناس في الارض وبتاع وكلام من ده، لا، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي له التقييم النهائي. ربنا سبحانه وتعالى يقول مين يخش الجنه ومين يخش النار. ربنا سبحانه وتعالى اللي ليه بقى الفضل في هذا الامر. احنا بنتكلم على اللي ليه اثر في الاطار ده، فبتحط كلهم في مكان واحد وهو الاخر. ده مش عيب، مش عيب خالص خالص، تبقى خاصه بيهم هم. ما فيش، ومش معنى كده ان هم احسن من غيرهم، لا، يعني بس نفصل المساله. انا بقول لك احنا كلنا هنموت، لا، ده برضو ليه في فلسفه في القرار. فاتمنى الناس تفهم الفلسفه بتاعه القرار في هذا الاطار. زملائنا في طيب، هيبقى عندي الاذاعه والتلفزيون وعندي نص الدنيا، نخليها بكره ان شاء الله. خلينا بس ناخد كده كام جورنان ابرز صحافه بكره كده عشان تبقوا حضراتكم في المود، في المود المهني معانا، يعني انجاز التعبير. يبقى معانا الاذاعه والتلفزيون وان شاء الله نص الدنيا بكره. هنشوف كده حضراتكم اليوم السابع انطلاق امتحانات المواد المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة في اللغة العربية اليوم، اليوم اللي هو بكرة بإذن الله. إعادة هيكلة ملف الواردات الإنتاجية والصناعية بعد حديث الرئيس عن الفجوة الدولارية. الأعلى للجامعات يوافق على تنسيق القبول بالجامعات بنفس قواعد العام الماضي. هنا على الشمال تحت كده فايزة واصف أيقونة في الإعلام المصري والعربي. يا على الناس دي، يا ربنا يرحمها رحمة واسعة. الناس دي تعلمنا منهم كتير. يعني الدستور، خطة توفير 30 مليارا، عملية خفض الأسعار، عملية خفض الاستيراد، تطوير الانتاج المحلي لتصنيع البديل الجيد، وروسيا انضمام مصر إلى بريكس يثري المجموعة، ومدبولي في سان بطرسبورغ لتسوية الأزمة الروسية الأوكرانية طبعا مع الوفد الإفريقي اللي موجود، وأسعار الذهب تتراجع مع تثبيت الفيدرالي الأمريكي الفائدة، والتضامن بتقول لدينا أكبر عدد عالميا ونوفر جميع الخدمات الخارجية، والخارجية بتقول نتلقى دعما محدودا رغم استضافة 9 ملايين. كيف تتعامل مصر مع ملف اللاجئين؟ طلاب الثانوية العامة النهاردة بكرة بيبقوا موجودين بقى بيمتحنوا المواد الإضافية. 30 يونيو الوطن، نهضة التعليم والبحث العلمي، الجامعات المصرية بتبني تخصصات وبرامج دراسية تؤهل الخريجين على متطلبات سوق العمل وحصد الجوائز الكبرى، والصحة فحص وعلاج 1503 حاج مصري بالسعودية ونقل 3 حالات إلى المستشفى. كل سنة حضراتكم طيبين. هنبدأ يوم الاثنين بإذن الله بداية شهر ذي الحجة. ربنا يدي حضراتكم الصحة وتطول عمر، كل عام وحضراتكم بخير. أيام جميلة 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 جميلة. ربنا يبارك في بلدنا ويعظم قدرها ويعظم شأنها ويحافظ عليها ويبعد عنها كل شر. شوف حضراتكم بكرة في 6 مساء، لكم منا كل التقدير والاحترام.